السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خامس. اليوم إن شاء الله بدنا ناخد درس الانعكاس. إحنا قبل هيك بس أخذنا درس الانسحاب. الانسحاب مس حكينا عنه إنه عندي إذا كان انسحابي إلى اليمين أو إلى اليمين بيكون عندي تغيير لمين؟ آسفة، بيكون عندي إضافة، يعني نضيف للإكس، لأنه اليمين بالإكس نضيف للإكس، وإذا كان لليسار بنطرح من الإكس، واضح؟ ولا أعلى من الإكس ثابتة، والواي هي اللي بتتغير، بنجمع عليها الوحدة اللي هو طلبها مني. طبعا اكيد ايش تجمع يا مس، شو بتطرح بتقولي لي، احنا عرفنا انه الوحدة اللي بطلبها مني هي اللي بأجمعها او بطرحها، زي ما عرفت اعلى الواي هي بتتغير بنجمع لها، والاسفل الواي هي بتتغير كمان لانها هي نفس على نفس الخط اللي هو العمودي، ولكن بنطرح منها. اليوم ان شاء الله الانعكاس يختلف تماما عن زي ما حكينا، الانعكاس بيختلف تماما عن الانسحاب. الانعكاس يمس، وكيف انت بتشوفي صورتك بالمرآة، صورتك بالمرآة بتكون كلها نفس، طبعا نفس الطابقات تماما، انت طبعا انت مش حتتغيري ولا حتصغري ولا حتكبري، نفس الشكل نفس الحجم، ما بتغير عليك اي شيء، ولكن بصير انعكاس في جهة اخرى. في الجهة الأخرى أنت هون، المرآة بتكون في الجهة الأخرى. يعني مثلا إذا كان انعكاس من اليمين من اليسار بروح إلى اليمين، وإذا كان انعكاس من أسفل بيروح للأعلى، وإذا كان من أعلى كمان بينزل إلى الأسفل، يعني عكس الاتجاه، عكس الاتجاه. هون عندما نقولنا نتعلم عند إجراء انعكاس اللي هو للنقطة الإكس والواي، طبعا إحنا عندنا إكس وواي نفس الحكي على المستوى الإحداثي الموجود عندي حول محور أفقي. هي هذا شايفين، أنا بدي أفهمك إياه بالمثال اللي عندي. هذا المحور الأفقي هذا اسمه محور أفقي. أفقي شايفين، أفقي يعني يوازي محور السيناء، محور إكس طبعا، احنا بنقول السيناء نعم. طبعا فإن الإحداثي إكس يبقى ثابت، احنا ماشيين هيك بالشكلات، إكس بضله ثابت. مين اللي بده يمشي وبده يطلع بده يتغير؟ هو الواي. مين اللي بده يتغير؟ هو الواي. عشان هيك انا لا بدي تقولي لي مين بيتغير ولا مين بعمل، بس لما تكوني في اسفل تطلعي لفوق، واذا كان باليسار حيكون الى اليمين، وهكذا عكس الاتجاه، عكس الاتجاه. تعالي معي نشوف ايش هذا الحكي اللي بتحكي يا مس. تعالي على النقطه هيها، عندك كتابك موجود، تعال معي على هاي النقطه اللي هي 5 و1. عندنا النقطة هي 5 و1، حطيناها على محور السينات 5، أو الإكس آسفة، محور إكس 5 ومحور واي 1. هاي شايفين هاي 1 5، هاي النقطة، هيها النقطة حددناها معك. بقول لي الآن بدنا، بقول لي بمقدار بعد عن الأصل، نقطة الأصل، هي نقطة الأصل، هي نقطة الأصل اللي بيعطيني إياها اسمها نقطة الأصل، مش والله يا مس والله نقطة الأصل هاي، لا يا مس، نقطة الأصل هي النقطة هو اللي بيعطيني إياها، واضح مس؟ فأنا عندي النقطة اللي أعطاني إياها اللي هي 5 و1، هي حددتها على هاي على حداتي اللي هو السي الإكس والواي. المحور هون عندي أفقي. الآن إذا كان المحور أفقي، إذا كان في الأسفل حيطلع للأعلى، شايفين هذا المحور هو اللي هو الحد بين الأصل والصورة، الأصل والصورة، واضح الحكي؟ الحد بين الأصل والصورة، يعني أنا هون حتطلع هيك. معقولة هي أفقي حيمشي هيك؟ لا لا يا مس، اذا كان افقي حيمشي بعد الايش اللي هو المحور، المحور بسميه هذا محور الانعكاس، هذا الخط الافقي بسميه محور الانعكاس. ايش بسميه؟ محور الانعكاس.
شو بسميها مس؟ بسميه محور الانعكاس. الآن حتمشي تطلع كيف، طب كيف بدها تمشي يا مس؟ على كيف يا مشيها؟ لا يا مس ما بمشيها على كيفي، هذا هو محور الانعكاس. الآن تبعد كم، تبعد كم نقطة، كم نقطة تبعد الايه عن محور الانعكاس؟ بقول له هاي واحد اثنان نقطتان، صح ولا لا يا مس؟ عدي كم مربع عندي، مربع معناته أنا بدي أجي من هون بدي أبعدها كمان نقطتان، زي ما بعدت هون نقطتان عن المحور وهون كمان ببعدها نقطتان، هي واحد اثنان بحطها هون، بعيد بعيد بعيد. أنا يا مس قلتي لي يا مس الانعكاس حتنعكس، أحطها هون أحطها هون أحطها هون، لا مش على كيفك تحطيها في أي موقع، أنت لازم تعدي، تعدي كم نقطة بعدت هذه الاي عن عن محور المحور الأفقي. بنقول واحد اثنان بعدت مرتين، أو بعدها كان مرتين أو نقطتين، فأنا باجي من نفس المحور، نفس شايفين نفس الاتجاه، ما باجي هون ولا باجي هون مس، شايفين أنا باجي على نفس النقطة، على نفس النقطة شايفين هاي هيك، وامشي نفس الاتجاه واقول أنا بعدت مرتين هون، بعدت مرتين بقول أنا هاي واحد اثنان، أبعدها نفس البعد، نفس البعد اللي بعدت عن المحور الأفقي في الأسهل كمان نفسه بالأعلى، أعمل نفس البعد واحد اثنان وحط هاي النقطة، هيها موجودة هون. طيب شو النقطة الجديدة؟ خلينا نشوف شو النقطة الجديدة اللي عندي. النقطة الجديدة اللي عندي خمسة، ها ما تغيرتش، ما تغيرت الإكس، مين بتتغير؟ خمسة، وتطلعي على هون واي اللي هي خمسة، كانت واحد يا مس، نعم صارت خمسة في المحور الأفقي، تتغير عندنا الواي، ونلاحظ هذا الحكي لأنه أنا ماشي نفس الاتجاه بالإكس، لكن لو وصلت هون حتصير هون خمسة نفس الإكس، ولكن الواي عندي بدل الواحد أصبحت خمسة فتغيرت. أنا ما بدي إياك تحفظي مين اللي تغير، بدي تحفظي، بدك تفهمي، تفهمي إيش تحفظ يا خامس، ما تحفظ، تفهم إنه أنا بس بدي أعرف كيف بدي أعكس أي نقطة أو أي. الآن كمان بدنا نشوف الأشكال، هون أعطيتكم نقطة، هاي مثال نقطة بس، الآن بدي أشوف كيف الشكل، نفس الحكي الشكل، نفس الحكي، خدي نقاط الشكل وخدي كل نقطة لوحدها وشوفي كيف تنعكس، نفس الحكي بس إيش شكل بيكون لي شكل. أعيد مرة تانية، أنا عندي نقطة يا مس، واضح الحكي موجودة، وعندي خط أفقي، الخط الأفقي من أسفل حيروح للأعلى، الإنعكاس حيكون الأسفل حيروح للأعلى، اليسار حيروح لليمين، واضح الحكي؟ الآن عندي في الأفقي من الأسفل للأعلى عندي خمسة وواحد حكينا عنها، حتمشي هون عندي كم مرتين اللي هي البعد بين محور الأفقي والنقطة مرتين، لازم هون نفس الحكي مرتين. ليش يا مس؟ مش عكيفي، مش عكيفي إني أحطها هون أحطها هون، لا أحطها بطريق إيش، بمقاييس مزبوطة صح، نفس المسافة اللي بتبعد عن الأفقي في الأسفل حتبعد عن الأفقي في الأعلى، وحقول هون حطيت هاي النقطة، هيها بعدت مرتين عن الأفقي، فبقول هون خمسة وخمسة، واضح؟ تعالي معايا نحكي كمان على الانعكاس في المثلث اللي موجود عندي، كمان مثال عشان أعطيكي، أعطيتك مثال كنقطة وحعطيكي مثال كشكل، أي شكل بيعطيكي إياه، أعطيكي مثال كنقطة وأعطيكي مثال كشكل. خليك معايا شوية يا خامس، أرسمي المثلث بي آر كيو، وهي هون بي آر كيو، الآن بالانعكاس حول المحور الأفقي، هاي المحور الأفقي شايفينه مس، هاي المحور الأفقي. أجي مس عن، نيجي نحكي حول المحور الأفقي، وأكتب الأحداثيات رؤوس الصورة، هل للشكل والصورة أطوال الأضلاع وقياس الزوايا؟ طبعا إحنا هذا الحكي حنشوفه بعد ما خلص، أعطاني إحداثيات الرأس، أعطاني البي، أعطاني إياها البي شايفينها اللي هي 2 و10، البي 2 و10، والآر 2 و7، والكيو 6 و7، هو أعطاني إياها. نيجي نحكي إني أنا بدي أبدأ أحط نقاط البي
والار والكيو، هاي اعتبرتها كنقطه، واعتبر كل واحده نقطه لحالها، ولا كانه عندي شكل، ولا كانه عندي شكل زي ما انا تعلمت فوق في المثال اللي فوق. نيجي يا مس البي، نيجي على البي، بدي اعد البي، اعد البي من شوفي من نقطه البي الى المحور الافقي قديش. شوف مس انا هاي انت اخذتيها من الاسفل للاعلى، هون عادي مس من الاعلى للاسفل ومن الاسفل للاعلى نفس الطريقه، واضح مس؟ باخذ نقطه نقطه. انا قلت انا عندي البي، البي على نفس الاتجاه حتمشي. طيب هل يا قديش يا مس انا بدي احط البي، قديش بدي احط البي، قديش بدي احطها هون، بدي احطها هون، بدي أحط... مش على كيفك مس، انا نفس الاتجاه صح كلامك، لكن انا بدي اعد كم مره بتبعد عن محور الافقي. بعد هون 1 2 3 4 5، بقول هون 5 مرات. بعدها تشوف يا مس عديت من اول النقطه، 1 2 3 1 2 3 4 5، نعم 5. وباجي انا نفس شايفين مس نفس الخط، مش والله باجي هون احط البي، باجي هون احط البي على كيفي، لا هي على خط نفس خط البي. بعد 1 2 3 1 2 3 4 بالضبط، 1 2 3 4، هي 5، هي 5، هي هي يا مس شايفينها، شايفينها باللون الأحمر، هي 5. هذه بسميها بي فتحة، اللي هي صورة البي، النقطة. أنا نقطة، أنا ما في عندي غير النقطة، أجي على ما إلي دعوة بالشكل، ولا كأنه عندي شكل، عندي نقطة، جيت على النقطة بي وعديت 5، وعديت من هون لهون كمان 5، هاي 1 2 3 4، هاي 5، نعم. نيجي على النقطة R، نيجي على النقطة R، بعد بعدها عن محور الأفقي بس نقطة واحدة، بعدها عن المحور الأفقي، واضح الحكي؟ نقطة واحدة، مرة واحدة بس، مربع واحد. نيجي على هون نفس الحكي، نفس الاتجاه، مس ما أجي هون أحطه، لا أنا نفس اتجاهي، شايفين؟ على نفس الخط، آسف يعني، على نفس الخط، على نفس الخط بمشي، على الآر الآن البعد فوق نقطة واحدة، وتحت بدي أخليها كمان واحد بس، نقطة واحدة، وأقول له هاي آر فتحة اللي هي صورة الآر. أجي على الكيو، أجي على نقطة كيو، كيو بعدها، بعدها عن الخط الأفقي، واضح؟ نقطة واحدة ونفس الخط، شايفين؟ نفس الخط، مش أجي والله هون أحط الأو، لا أنا نفس الخط، أمشي نفس الخط على نفس المربع، واضح؟ النقطة واحدة، وهون كمان أمشي نقطة واحدة، وأسميها يا مس الكيو، وأسميها كيو. الآن بالمسطرة طبعا بدي أوصل بالمسطرة، مش بإيدي، بالمسطرة بدي أوصل طبعا أنا هون، بس عشان السرعة إني أنا بدي أوصل بالشكل هذا، هاي صورة، صورة، صورة المثلث اللي عندي. ملاحظين إنه هاي الزاوية، شايفينها قائمة، وكمان حافظت على إنها تكون قائمة، حافظت كمان إنها تكون قائمة. هذا الضلع قسيه بالضبط، قسيه على الهاي يساوي هذا الضلع، الضلع اللي هون اللي هي بي ار تساوي بي فتحة ار فتحة، والضلع كمان عندي بي كيو يساوي كيو فتحة بي فتحة. الأحد هل بقول لي، بقول لي هل
بيقول لي هل الشكل والصورة أطوال الأضلاع نفسها وقياساتها نفسها؟ نعم، وإحنا حكينا بأول الحصة يا خامس إني أنا حجمي لما أطلع بالمرآة لا يتغير حجمي، هو نفس طولي نفس عرضي نفس، واضح الحكي؟ فأنا بقول لك أطوال الأضلاع وقياساتها نفسها، بقول له نعم نعم. طيب إيش سألني؟ لإيجاد صورة رؤوس، بدنا رؤوس المثلث اللي هو الجديد. يلا تعالي ناخذ، يلا ناخذ واحدة واحدة. البي، ناخذ البي، البي شايفين الجديد، ناخذ البي اللي هي اثنان، شايفين ما بتغير الإكس، الإكس دائما عندي ما بتغير لأنه الإكس هي إحنا ماشيين على نفس الإيش الخط بالإكس، لكن وين بنروح؟ الواي تغير، صار عندي اثنان واحد، اثنان واحد، البي فتحة. طيب نيجي على الآر فتحة، يلا الآر فتحة، يلا نمشي نمشي، اثنان إلى خمسة، اثنان إلى خمسة، تغيرت؟ نعم يا مس تغيرت يا مس. احنا هون لما نزلنا الى اسفل نقصت الايش؟ نقص، اما الاعلى بتزيد عندنا الواي. نعم نيجي على الكيو، نيجي على الكيو، الكيو عندي اللي هي ستة، شايفينها؟ هيها ستة وخمسة، ستة وخمسة، الكيو فتحة اللي هي ستة وخمسة، تغيرت مين عندي هون؟ ملاحظين تغيرت الواي في الأفقي، تغيرت الواي، الإكس ضلها كما هي، الإكس الإكس نقول الإكس ثابتة، واللي بتتغير بتتغير الواي في الأفقي، هذا في الأفقي في المحور، المحور لما يكون أفقي، اللي لحد الآن إحنا أخذنا المحور الأفقي. تعالوا معايا، طبعا هون حل هو، بس أنا فهمتك كيف الحل، طبعا مش أعطيتك الحل بس فهمتك الحل، هيو بالشكل هذا، هيو مس اللي رسمناه إحنا، احنا هذا اللي رسمناه مس، شايفينه؟ هيو احنا هذا اللي رسمناه، شايفينه؟ تعالي معايا، انتم ملاحظين انه انا عندي اكثر شيء اني بقدرش اكتب لك اياه ولا ارسم لك اياه الا على كتابك، لانه عندي الورق اللي موجود عندي وبدي امشي نفس الحكي اللي مناسب. تعالي معايا بنرسم اليوم كمان متوازي، في مش شرط يكون مثلث، مش شرط يكون نقطه، مش شرط، بس نفس الحكي، بس خذي نقطة نقطة ومشيها كأنك ما عندكيش إلا زي المثال الأول اللي أخذته، ما عنديش إلا نقطة واحدة، فأنا باخذ نقطة نقطة وبمشي. الآن يا مس عندي بقول لي أرسمي صورة المتوازي الأضلاع اللي هو بي اس بي اس بي اس ار كيو بي اس ار كيو بالانعكاس حول المحور الافقي. المحور الافقي تعلمنا انه انا بالمحور الافقي من اسفل الى اعلى ومن اعلى الى اسفل، والاكس بتكون ثابته اكيد، حتى انا بطلعها، انا بطلعها من غير ما اكون حافظاها، بعرف انه مين اللي تغيرت، الاكس بتضلها زي ما هي نفس الاحداث تبعها، ولكن الواي هي اللي بتتغير. وبتلاحظوا انه لما يكون الى اعلى بتزيد ولما تكون الى اسفل بتنقص، واضح الحكي؟ طيب عشان انا بتاكد من بتكون اجاباتي واكتبي احداثيات رؤوس الصوره على هل الشكل والصوره اطوال اضلاعها وقياسات زواياها متساويه. طبعا احنا عرفنا انه لا تتغير لا القياسات الزوايا ولا الاضلاع، طبعا اكيد، وهذا الحكي بعدين بورجيك اياه لما نحكي. طيب نيجي هون، هذه النقطة وهي نقطة وهي نقطة، أنا بعتبر كل واحدة نقطة على حدة، يعني كل واحدة لوحدها. نيجي أول شيء أبدأ خليني أخذ الإس، خليني أخذ الإس، الإس عندي تبعد عن، تبعد عن محور الأفقي، أنا ملاحظين شايفينه؟ بس معايا مس، ها
أيوة تبعد عن المحور الأفقي يمس واحدة درجة واحدة أو مرة واحدة. وهون برجع أقول له على شفت يمس أنا شوف طلع 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 معي طلع القلم بإيدي طلعين واضح القلم القلم بإيدي إني يمس أنا ماشي على نفس الخط والله مش يمس والله الإس هون أحطها هون والله الإس هون أحطها هون عكيفي لا يمس على نفس خط النقطة اللي عندي الإس هاي خطها أمشي على نفس الخط واضح؟ تبعد مرة واحدة وهون حتبعد مرة واحدة وهيني حطيتها طريق هي حق بحكي اس فتحة اس فتحة تعالي على البي ناخذ من هون بي شايفين يا مس مس ممكن احط البي هون لا يا مس هيني هي خطي هيو خطي هيو يا مس واضح خطي واضح نيجي يمس على البي البي بتبعد خليني أقعد واحد اثنان ثلاث تبعد واحد اثنان ثلاث البي تبعد واحد اثنان ثلاث تطلعي على نفس الخط بقول له هاي واحد هاي اثنان هاي ثلاث وبحط البي اللي هي فتحة أجي يمس على الآر الآر تبعد نقطة واحدة وشوفي يا مس إيش بعمل على نفس الخط والله مش هيك يا مس بحط الآر أنا حرة أنت قلتي بس مرة بس مربعة واحدة لا يا مس أمشي على نفس الخط مس واضح مس أمشي على نفس الخط واحد هاي واحد هاي بسميها الآر فتحة نيجي على الكيو الكيو واحد اثنان ثلاث بس طلع يا مس طلع الكيو بمشي شايف الخط شايف خطي شايف خطي هيو يا مس خطي امشي على نفس الخط واحد اثنان اعد واحد اثنان ثلاث بعد هون واحد اثنان ثلاث بالشكل اللي عندي صار عندي انا بالشكل هذا عندي اللي هو بالشكل اللي عندي خليني اوصله خليني اوصله مس زي ما حكيت لك خدت المسطره لاني انا لازم اوصله بالمسطره دائما عشان اشوف الاطوال لازم تطلع صح كل شيء عندي صح بوصل البي اس اللي بي شرطه بعد اس فتحه اسفه وال الاس فتحة مع الآر بالشكل هذا وطبعا هون أخذنا آخر واحد هو الكيو هاي الكيو فتحة الكيو فتحة مع الآر فتحة وبالشكل هذا وصلت أنا عندي ثلاثة يعني مش آسفة هذا اللي هو متوازي الأضلاع ملاحظين إيش؟ إيش ملاحظين؟ إنه جميع الأضلاع متساوية والزوايا متساوية بقول لي هل نعم بقول له نعم هل الشكل والصورة وأطوال أضلاع وقياسات متساوية؟ طيب تعالي نشوف نكتب ارسمي صورة متوازي الأضلاع بالانعكاس حول المحور الأفقي واكتبي إحداثيات الرؤوس الصورة بدي أول شيء أخذ بي وبدي أخذ صورتها وبعدين بدي أخذ الكيو الأس وبدي أخذ صورتها وبعدين بدي أخذ اللي عندي هون الآر وبدي أخذ صورتها وبدي أخذ آخر شيء عندي يمس اللي هي الكيو وبدي أخذ صورتها دائما قلنا انه انتبه علي انه اللي المحور الافقي اللي هو لا تتغير اللي هو الاكس عندي هون بدي اخذ بي فتحه اللي هي عندي بدي امشي شايفين محور السينات واحد الى ثمانيه
هاي واحد، امشي امشي يا مس امشي، هاي كأني أنا بمشي بالمسطرة، شايفين شايفين مسطرتي هيها. واحد إلى ثمانية، واحد وثمانية، واحد إكس ثمانية واي. طيب تعالي معايا على الأس، الأس الأس، اثنان اثنان إكس، اثنان إكس وستة واي. طب تعالي على الآر، الآر ستة إكس و ستة واي. هيا نتأكد عشان أيوة ستة، هيها وستة. نعم نيجي على الكيو، الكيو نفس الحكي، أنا حاطة مسطرتي بالشكل هذا عشان ما أغلط. خمسة 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 إكس وثمانية واي، ثمانية واي بالشكل هذا. مس خليك معي شوي صغيرة، تعالوا نشوف كيف بدي، تعالوا نشوف كيف بدي أبدأ أعمل اللي هو المحور الأفقي. خلينا نشوف كيف بدي أعمل المحور الأفقي. طبعا أنا حاعطيك المثال على طول أتحقق من إجابتي من غير. طبعا المحور الأفقي زي ما حكينا إنه أنا عندي إن شاء الله تكون وضحت، وضحت الصورة عندك تتحقق. هيها مسك أمامك، هيا أيوة. طيب خليك معاي شوي صغيرة، خلينا نشوف إني أنا بدي أخذ أتحقق من فهمي. إحنا حكينا ممكن يكون مربع، ممكن يكون مثلث، كله عندي ممكن بكل سهولة أعمله. الآن مس خليك معي شوية، حاخد مثلث أتحقق من فهمي وحل معاكم. أرسمي صورة المثلث، هذا المثلث اللي هو ABC بالانعكاس حول محور العمودي، هذا عمودي، هذا محور عمودي، هذا المحور إشماله عمودي، المحور محور هو بسميه محور الانعكاس، عندنا محور الانعكاس محور عمودي. واكتبي احداثيات رؤوس الصوره، وهل الشكل الاصلي وصورته لهما اطوال نفسه؟ نعم يا مس، اذا كان بالعمودي او بالافقي نفس الاطوال، وحنشوف هذا الحكي كمان امامنا. خليكي معي نيجي هون مس، انت شو بتعملي؟ نفس الحكي نفس الحكي مس نفس الحكي، انا باجي اخذ هاي نقطه، بعتبر هاي نقطة وبعتبر هاي نقطة وبعتبر يا مس هاي نقطة، خلاص أنا باجي على الـ A، باجي على الـ A، على الـ A، A تبعد، شايفين؟ تبعد عن المحور العمودي، إحنا الأفق كان يبعد بالشكل هذا، كان من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى، الآن لا، هون عندنا العمودي من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار، واضح؟ يعني بالشكل هذا، إذا كان عمودي حيجي بالجهة الثانية، شايفين؟ يعني كأني كأنها هاي المرآة وهاي صورتي بدها تكون. لكان هون عندنا هاي المرآة، هاي المرآة وهاي صورتي. معقولة المرآة تكون هون، صورتي بدها تكون هون؟ مش معقول يا مس، صح؟ لكن أنا حسب الانعكاس من الأسفل إلى أعلى، من أعلى لأسفل، من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين، هيك يا مس، واضح الحكي مس؟ تعال. تعالي معايا نحكي هذا الحكي، نيجي على A، الـ A شايفين أنا باجي على دائما على المحور، محور اللي هو الانعكاس، محور الانعكاس، الـ A تبعد عن محور الانعكاس كم درجة أو كم مرة؟ مرة واحدة فقط. A تبعد عن محور الانعكاس مرة واحدة فقط اللي هي واحد، وهون أجي نفس الحكي، أجي على محور الانعكاس، شفتوا يا مس أنا بقول نفس الخط. يا مس والله ما أقول له الله يا مس أنت قلتي بس النقطة واحدة وخلص نحطها هون 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 على كيفي، لا يا مس مش على كيفك، على نفس خط الـ A، على نفس الخط. نيجي هون الـ A، الـ A تبعد اللي هي نقطة واحدة فقط. طيب
عشان نتأكد من حكي هذا الحق الهاي بدنا ناخذ بدنا ناخذ اللي هي قبل ما اخذ الصوره ناخذ اللي هي نقاط الاصليه. نقاط الاصليه بقول هاي نقطه الاصل، الاصل يعني مش نقطه الاصل، الاصل يعني هون صفر صفر، لا يا مس، نقطه الاصل يعني النقطه اللي اعطاني اياها، النقطه اللي اعطاني اياها الاصليه. ناخذ A، تعالوا ناخذ A اول شيء. ايش النقطه الاصليه؟ قبل ما ارسم نقطتها الاكس قديش يا مس؟ الاكس 8 والواي حطي ايدك 5، واضح؟ هاي معاي، انت معاي. الاكس 8 الاكس الاول بكتبها الاول الاكس وبعدين الواي 5، معناته الاي الاي بقول له 8 و5. تعالي على البي، تعالي على البي، تاخذها هون حنكتبها هون عشان نكتبها كلها كل واحده جنب تحتيها. الاي اللي هي 8 و5، يعني ناخذ البي. يلا يلا ناخذ البي، البي يا مس، يلا نزل البي، حناخذها معاي مسطرتي. هاي شايفين 12، شايفينها 12 وايش؟ امشي كمان، امشي من هون و7، 12 و7، البي 12 و7. طيب اخر شيء اللي هي عندي السي، لان عندي مثلث انا، السي عندي يامس، خليكي معايا، خدي المسطره تبعتك اللي هي 14 و 14. وقديش يامس السي؟ 14 و3، 14 و3. طيب انا هيك اخذت الاصل. خلينا نشوف ايش بدنا نشوف لما نقول ايه فتحه قديش بتعطيني، وبدنا نشوف بي فتحه قديش بتعطيني. وبدنا نشوف سي فتحه قديش بدها تعطيني. نيجي يا مس هون بدي ابدا، اسفه انا كتبت كتبتها هاي قبل ما نعمل سي فتحه فتحه سي فتحه. طبعا طبعا هاي لا يا مس، لاني انا بعد ما عرفتهاش. نيجي يا مس نرجع تاني مره نحكي الاي تبعد هون زي ما حكيت من مره واحده او مربعه واحده على الافقي على العمودي على المحور العمودي، وهون نفس الحكي الاي حتبعد وحده واحده اللي هي فتحه. نيجي على البي، البي حنعد 1 2 3 4 5، البي حنعد واحد، نعد كويس لاني اذا غلطت معناته النقاط اللي بدي احطها في الصوره غلط. هاي 1 2 3 4 5، وباجي من نفس، شوف يا مس على نفس الخط، مس انا نفس الخط، مس انا ما بروح لا يمين ولا شمال. قلت لي مس ما هي هون ممكن احطها، ممكن لا يا مس، هاي البي هون خطها هون. هاي 1 2 3 4 5، نيجي على هاي هالبي، هاي هالبي فتحة، هاي هالبي فتحة. نيجي على السي يا مس، السي ناخد السي، ناخد السي نقول 1 1 2 3 4 5 6 7. نيجي كمان نقول هون 1 2، نفس الخط 1 2 3 4 5 6. احنا 1 1 2 3 4 5 6 7. نيجي هون نقول له 1 2 3 4 5 6 7، لقيناها على نفس الخط، شايفين خطها على نفس ايش؟ الواي، لقيناها على نفس الايش؟ الاحداث الواي، واضح؟ فانا مس الان عندي هاي سي فتحة، سي فتحة، واضح مس؟ واضح معاي؟ واضح؟
طيب نيجي يا مس هون، بدي اوصل، اوصل البي فتحه مع الاي فتحه، والاي فتحه مع والبي فتحه مع السي، والاي مع السي. انا عشان كتاب اوصل لك اياها امامك الشكل هذا، وصلتها بالمسطره طبعا بالشكل هذا، وصلتها طيب. تعالي معايا خلينا نشوف الاحداثيات للاي وللبي فتحه والاي فتحه والسي فتحه. نيجي على الاي، هي الاي الاصليه طلعناها امامك، نيجي على البي فتحه، نيجي على البي فتحه ونطلع امامك البي فتحه. يلا الاس، شايفين الاكس؟ اسفه الاكس 6، مين تغيرت بالعمودي؟ تتغير الاكس، تتغير الاكس والواي ثابته، تتغير الاكس والواي ثابته، تتغير الاكس والواي ثابته. واضح واضح الواي. تعال نشوف هل هي ثابته، تعال نشوف. نعم هاي هاي اي 5 اسفه 6، و الاكس 6 والواي 5، والواي 5 تغيرت؟ لا ما تغيرت الشمس، شايفينها. نيجي على البي، البي فتحه، البي فتحه بنشوف الايش، بنشوف حطي المسطره بالشكل هذا مس هي. نعم اللي هي 2 اكس والواي، خلينا نشوف الواي، هي هي مس 7 ما تغيرت الواي. نيجي على طبعا انا نسيت هون حطيت لك نفس العن. نيجي هون يا مس على السي، على السي، على السي اكس موجوده، اكس ما في اكس مس، الاكس 0، الاكس 0، والواي يا مس، والواي ايش هون، والنقطه وينها يا مس؟ على 3، على 3. واضح مس ولا شيء؟ محور افقي، محور عمودي، ما بيهمنيش، بيهمني امشي صح وامشي على نفس خط النقطه اللي عندي، نقطه نقطه، حتى لو عندي شكل كبير ماليش مش منتظم، عادي اخذ كل واحد نقطه فيه وامشي النقطه زي ما تعلمت اول الدرس، نقطه امشيها وامشيها على حسب انه المسافه اللي بتبعد عن اللي هو المحور، ان كان عمودي او افقي، هي نفس الحكي بشكل هذا. وقلنا لا تتغير لا الصوره تبعته، لا وهل تتغير صورته واطوال اضلاعه نفسها؟ بقول له نعم، بقول له نعم نعم، نفس الاطوال الاضلاع ونفس الايش اللي هو القياس الزوايا، شايفين ملاحظين؟ لو جيت قست كل زوايا هتلاقيها نفس الزاويه اذا رسمنا صح وعملنا هذا الحكي. وإن شاء الله بإذن الله بنكمل الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.